إحدى المشاكل الكبيرة اللي كاينة في العالم. القوات الأمريكية كتواجد في أغلب الدول، والدور ديالها كتواجه الخطر الأمني المتزايد مؤخرا بسبب الإرهاب. من بين الدول كان القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا اللي تأسست في 2007. القائد الحالي ديالها هو الجنرال ستيفن تاونسند ورئيس عملية البحرية روبرت مولر. مؤخرا كثر الإرهاب في دولة الصومال، وخصوصا في العاصمة مقديشو، وكل نهار هجومات إرهابية وآخر عمليات انفجار سيارة ملغومة واللي أدت لوفاة 20 شخص كلهم الأبرياء، وهذا الشيء كامل بسبب المعارضة. والانفجار الثاني كان في سجن بوساسو اللي كيتواجد في الشرق ديال البلاد، بالضبط في ولاية بونتلاند. الحدود ساعة كل شيء نورمال وكل شيء طبيعي، ولكن الجماعات الإرهابية ولو أكثر قوة. داروا واحد كامل وقدروا من خلال ديالو أنهم يختطفوا الجنرال ستيفن تاونسند وهو رئيس العمليات البحرية روبرت مولر. الحدود ساعة القوات الأمريكية بالمساعدة مع قوات الصومال ما قدروش نهائيا يلقاو الجنرال والرئيس، بحالا الأرض سرطاتهم، ومازال كاين أمل أنه ممكن أنهم يلقاوهم ومازال حيين. وهذا هو الدور ديالي معكم، ستيفان براين، عامل في المخابرات الأمريكية. الدور ديالي هو نقلب على أشخاص عندهم كفاءة كبيرة وممكن يتأقلموا مع أجواء الصومال، وأهم حاجة يكونوا معروفين بالوحشية ديالهم. هاد الناس هما اللي غادي يتكلفوا بالبحث على الجنرال والرئيس. بحثت بزاف ديال الدول لقيت 6، ودابا شوية غادي نمشي نتلاقى بالرئيس ونختاروا 3 الأشخاص اللي غادي نفاوضوا معاهم باش ياخذوا المهمة. دوشت قاديت هزيت الدوسي وخرجت، مشيت نيشان المقر اللي دايرين فيه الاجتماع. دخلت لقيت كل شيء حاضر، القوات الأمريكية كلها حاضر منها ممثل واحد. الرئيس قال لي: موسيو ستيفان، ممكن تعطينا على اش توصلتي؟ قلت لهم: ما اولا وقبل كل شيء كنشكر القادة كاملين والمسؤولين اللي حاضرين معنا هنايا، وكلهم امل انه نلقاو الجنرال والرئيس. احنا عارفين باللي قلبنا الصومال كلها وما لقيناش اثار الجنرال ورئيس البحرية. يمكن التحركات ديال القوات ديالنا مشبوهة واكيد كتجيب شبهات، وهذا الشيء كيعطيهم فرصة انهم يخزنوهم وهذيك ارضهم، واكيد هما اللي عارفين الخبايا ديالها. داكشي علاش لابد نستعنوا بناس عندهم سوابق مع العنف، واهم حاجة اذكياء، وبطبيعة الحال هما اللي غادي يتكلفوا بمهمة البحث، وهاد الناس غادي يكونوا سيفيل، يبانوا ناس عادي. انا قمت بالبحث ولقيت 6 ديال العناصر اللي متوفرة فيهم الشروط، اذا سمحتوا لي نعطيكم معلومات عليهم وانتم قرروا. اول واحد سميتو بين، استرالي، عنده 27 عام، قدر انه يهرب من واحد الحبس صعيب بزاف في افريقيا، واصلا شد حيت اغتصب قاصر، ودابا ولا اخطر مجرم في استراليا. تاني هو فريد، فرنسي، عنده 30 عام، خطف واحد البنت لمدة عام وفي النهاية خدا فيديا، والشرطة الفرنسية ما قدراش تلقي عليه القبض حيت دار خطة ذكية بزاف. والثالث هو اداما، نيجيري، قدر انه يهرب من سجن ومشى في طريق الصحراء وقدر انه ينجى، والسبب كان كيشرب البول ديالو وكياكل الغائط ديالو. اداما قدر يهرب ودوز عامين في السبيطار وحاليا هو حر. الرابع هو ادم، من اب مغربي، هو ولد رياض اللي فجر المنظمه وسجن الخنفساء السوداء، واللي كان با طرف فعال في القاء القبض على الارهابي سليمان بافغانستان. الابن ديالو قطعه منه، قدر انه يهرب من سجن سري، وكان هو اول واحد غادي يهرب منه من بعد ما دار خطة ذكية قدر يفلت بها من الحراس المسلحين. واكثر من هادشي هرب مع الزوجة ديالو حاليا ماريبيل. العنصر الخامس هو احمد، مغربي، الملقب بولد هنية، الاخ الاكبر ديال خوتو. هاد الدراري اللي مشاو لايطاليا وقدروا يواجهوا اشهر مافيا في ايطاليا وقدروا يعتقوا باهم، واحمد كان هو اللي دار الخطة. الخطة ديال الاقتحام كانت غريبة شوية، خشى يديه في المخرج ديال البقر ودار القنبول، وملي بقى رجع للمنطقة اللي كان فيها الحبس اللي كانت في الأصل عبارة عن فيرما، وقع الانفجار وماتوا بزاف ديال الحراس. أحمد وخوتو باهم داروا مافيا في إيطاليا سميتها القردة الثلاث. أخيرا كاين أيوب، مغربي، هاد الشاب اللي وصل لفرنسا بطريقة غير شرعية، وقع في مشاكل مع مافيا كنظن كلكم كتعرفوها، إكس باور،
هادشي كامل باش يعتقل الحبيبه ديالو ونجح في داكشي. ونهار اللي قررت مافيا اكس باور تنتقم خلق ليهم مشاكل كبيره، وفي الاخير سالات شي حاجه سميتها اكس باور ولات مافيا البهلوان. البهلوان هو ايوب، عطيتكم معلومات كثيره وانتم غادي تقروا وانا غادي نتكلف. دور الرئيس وقال له كنظن بلي المغاربه حاضرين بقوه ويمكن الحضور كاملين يعجبوهم المغاربه. دور رئيس اف بي اي وقال له تصدمت من ولد رياض، كان كيصحاب لي بلي غير باه اللي عنده ميول لهاد العنف هذا، صدق حتى ولده. يمكن حتى واحد ما عارف بلي رياض كان اعتق واحد القائد اسباني كان معتقل في سيرينغيتي رفقة صديق ديالو بلانكو. مهم انا موافق اننا نشوفه مع المغاربه، خصوصا هما من نفس البلاد كنظن غادي يتفاهموا اكثر، اضافه الى ان الصومال كاينين بزاف ديال الجامعات الاسلاميه وهما مسلمين، يعني ما غاديش يلقاو مشاكل. 97% من الحضور اكدوا على التفاوض مع المغاربه، وهادشي كله في اسرع وقت. جمع الدوسي ديالو سال الاجتماع والحمد لله توفقت في الاختيارات ديالي، ودابا خاصني نوجد ونمشي لايطاليا في اقرب وقت ونحدد موعد معهم بثلاثة. مشيت للدار واتصلت بادم ولد رياض وقال لي مرحبا بك، واتصلت حتى باحمد وقال لي حتى هو مرحبا بك، ولكن ايوب والو كان صوني ما كيجاوبش. شكون هاد الثاني مسطع لي راسي؟ الو الو ايوب. وي خويا الحمد لله بارك الله فيك. شحال من مره ما كتجاوبش اخويا؟ ما مساليش وصافي. ماشي مشكل اسي، الله يحفظك. قدم لك راسي. مرحبا. معك ستيفان براين. وي اخويا عميل في المخابرات الامريكيه. مشرفين. بغيت نجي ان شاء الله لايطاليا. ايطاليا؟ وكان انا في المانيا اخويا. كنت عارف في المانيا ولكن غنشوفوا كيفاش نديروا وندير واحد البروغرام نتلاقاو فيه حنا كاملين، مازال غادي نتلاقى مع اشخاص اخرين. واخا سيدي مرحبا. نتمنى انك توافق. مرحبا ماشي مشكل. ديك الساعة تعرف علاش بغيتك. مرحبا. المخابرات الامريكية تلقى في ايطاليا اشخاص اخرين، اش باغي هذا؟ جات عندي ليز وقالت لي شكون؟ قلت لها شي واحد من امريكا غيتلاقى بيا. مهم دازت تقريبا 3 ايام عاود اتصل بيا داك خونا وقال لي الا ممكن تلاقاو في ايطاليا. قلت لي اسمع اخويا، انت بغيتيني انت وانت غادي تجي عندي، ولا مافيا بهلوان راه معروفه. قال لي واخا سيدي ماشي مشكل. من بعد يومين اتصل بيا وقال لي انا في المانيا غادي نجي عندك نيشان. قلت لي مرحبا. جا عندي ورحبت به، دوينا في الموضوع وقال لي السبب اللي خلانا نختاروك ونجيو عندك. عاود لي بالتفصيل على المهمه وحتى على المقابل المادي اللي غادي يعطوني. عيطت على رامون وجلس حدايا وقال لي سير قضي الغرض. قال لي ستيفان بلي ما غاديش تكون بوحدك، غادي يكونوا معاك جوج ديال الولاد عندهم سمعه كبيره في ايطاليا، واحد من مافيا القرده الثلاث والثاني من مافيا ديال الفارو، والحاجه الزوينه هي انهم جوج مغاربه. راني تواصلت معهم ووافقوا على العرض، كنتمنى حتى انت توافق. صراحه الفلوس اللي عطاوني ما خلاونيش نتردد، وما انا ديجا ضارب جوان بديت كنتخيل راسي وسط الادغال. قلت ليه واخا موافق. ليز خافت ولكن قلت ليها راه مهمه ساهله، واصلا غادي يكونوا معايا جوج دراري اخرين، يعني ما تخافيش عليا. الحمد لله بعدا حكمنا هنايا، يعني ما كاينش مشاكل، وبالي غادي يكون هاني العائله ديالي. غادي نتلاقاو بعد غدا في ايطاليا ومن تما غادي تكون الانطلاق. بالنسبه للاسلحه كل واحد غادي يعتمد على الاسلحه ديالو، ما تبقى خاصنا ندبروا لراسنا حيت كما خاصنا نديروا الشبهات ونبانوا على اساس اننا غير سياح جاو يكتشفوا المنطقه. ما عرفش شكون هادو اللي غادي يكونوا معايا ولكن كنتمنى نتفاهم معهم. جا الوقت وجمعت حوايجي، هزيت السلاح ديالي وطريفه كبيره، يلا تقدني تمايا. شديت طياره خاصه حتى لايطاليا. ملي وصلت لقيت خوتنا في الله كيتسناوني. وصلت عندهم سلمت عليهم وتعرفنا على بعضياتنا. دراري كيبانوا دراو الصراحه، احمد كيبان ولد الشعب ولكن ادم كيبان كيليميني.
عطاونا باريزة الواحد فيها بزاف ديال الحويش، الجي بي اس واي حاجه ممكن نحتاجوها تمايا، المنظار اي حاجه، وحتى التليفون اللي غادي نتواصلوا به معهم عن بعد. الرحله غادي تكون طويله بزاف وغنديروا بزاف ديال الزيسكال، في الاخير غادي نوصلوا لمدغشقر، ومن تما غادي نشدو باطونيشن للصومال، حيت خاصنا ندخلوا بطريقه سريه، وحتى واحد ما يعرف باللي ثلاثه ديال الاجانب حطوا رجليهم في الصومال. كنت عارف بلي الرحله غادي تكون طويله بزاف، داكشي علاش تبويقه دارت مزيان. ما فقت تفيقوني الدراري وقالوا لي بلي وصلنا لمدغشقر، لقينا واحد السياره خاصه داتنا ديريكت للوطيل. بتنا فيه ديك الليله وكنا الكاو عيانين، فقنا في الصباح وداونا ديريكت للمرسى، خدينا باطو تمينا غادي في اتجاه الصومال. ديك اللحظه عيطوا لنا المخابرات الامريكيه وقالوا لنا بلي ممكن انكم تصادفوا في طريق القراصنه، يعني كونوا على استعداد. عرفت ديك اللحظه بلي الفيلم بدا، ملي لقينا راسنا وسط البحر عرفنا ديك اللحظه بلي المهمه ما غاديش تكون سهله، غادي تكون صعيبه بزاف. الحاجه الزوينه هي انني كنت مرتاح، وكنشوف ادم واحمد معايا، وكنا بحال الخوت، غير كنضحكوا ما على بالناش. بقينا مستعدين ليخرجوا لنا القراصنه. من بعد ساعتين والو ما بانوا لا قراصنه لا والو، غير البحر والصوت ديالو والهدوء، احساس زوين بزاف. وهاد اللحظه وقفنا بالباطه باش نرتاحوا شويه. خوكم ما شحال ديما عام، قلت والله ما غادي نضيع الفرصه، حيت حويجو تبلونج وارد في البحر. بقيت كندراع، وهاد اللحظه الربان بدا كيغوت كيغوت بالجهد، وغا ما فهمتو كاع. قال لي ادم طلع طلع على القراصنه جايين. ملي شفت الباطو ديالهم جاي بسرعه الموت ديال الخلع، اوه ما جيت فين نطلع حتى كان الباطو ديالهم وقف قدامنا. ما عرفتش ما نديرو، بالصدمه بقيت تحت الماء. انتم عارفين خوكم عوام، هبطت فونديت باش غير من بان ليهم كاع. درت من الجهه الاخرى اللي كان فيها الباطو ديالهم، القراصنه نقزوا كاملين الباطو ديالنا ودوروا الدراري كاملين، كانوا هما السته بيهم. طلعت الباطو ديال القراصنه وبديت كنعطي اشارات لادم واحمد، ملي شافوني بقاو هازين يديهم ومسلمين راسهم، ومازال ما عارفين شنو باغي ندير. ونكذب عليكم، انا براسي ما كنتش عارف شنو باغي ندير، ولكن الحاجه الزوينه اللي لقيت هي السلاح، حيت كانوا عاطيني بالظهر واقفين بسته بيهم. عرفت ديك اللحظه باللي هذه فرصه لا تعوض، وغادي نتكيهم كاملين، واللحظه اللي غادي يكونوا كيتواجهوا معايا لبقى شي واحد فيهم حي، ادم واحمد غادي يقضيو الغارات. هزيت السلاح وبديت كنتيري فيهم، قتلت ربعه وبقاو جوج واقفين. اللحظه اللي داروا عندي حطوا عليهم ما بجوج فراده في الراس ديالهم، قالوا لهم حطوا السلاح ديالكم. بقيت كنبوعر في داك الباطو ديالهم، ولقيت واحد خنيشه صغيره فيها الذهب. ادم واحمد كيعيطوا لي، ايوب يلا طلع، وانا مازال كنبوعر. ملي كملت هبطت تلاحيت ونهبط من تحت الباطو، شريت فيه القرطاس وتقبته وخليت الماء يطلع عليه باش نغرقو. طلعت الباطو اللي جينا فيه وقالوا لي الدراري شنو غادي نديرو مع خوتنا هادو، يلا غادي ندوي ادم ويفرقع عليهم راسهم بجوج. بقيت كنشوف فيه وقلت ليه ميكروب مع راسك، كان كيصحابني كيليميني ساعة انت كاع ما ساهل العفريت. تقلنا اليوم رجليهم كاملين ونحناهم في البحر باش ما يلقاهم حتى واحد. وصلنا اخيرا للصومال مباشرة في مقاديشو، لقينا طوموبيل كتسنانا، هزينا السلعة ديالنا كاملة ومشينا لواحد لوطيل. دخلنا ولقينا ديجا مريزيرفي لينا واحد ليسباس فاميلي اللي غادي نكونو فيه بثلاثة. نزلنا ضربنا دويرة في مقاديشو، لبسنا بحال اللبس ديالهم وخدينا الدرابوات ديال المغرب كانوا كيتباعو تمايا باش نبانو بحال السياح. رجعنا للوطيل ارتاحينا فيه، والغد ليها هزينا لي زاباري فوتو ولينا كنبانو سياح. هبطنا وشدينا واحد الطاكسي ونعتنا للمنطقه اللي غادي نمشيو ليها، تم غادي بينا. كانت هذه اول خطوه في المهمه ديالنا، وهي نعرفوا بزاف ديال المعلومات، واهم حاجه هي نعرفوا المنطقه. ولكن اللحظه اللي تم غادي بينا الطاكسي وسط الغباريه عرفنا بلي القضيه غادي تكون حامضه بزاف. واحد اللحظه وقفنا وبقى كيقول لنا بواحد اللغه ما فهمناها كاع،
مهم باكي نعت بصبعوك يقولينا نيشان نزلنا وتمينا غادين وكانت الغبارية ديك الساعة غير حيدات الغبراء وحنا نتصدمو لقينا غير الخلا والشوك بقينا غادين غادين مغرقين وكنقلبو غير على شي دار ولا شي ولا شي خيمة ولا شي والو ما كاين حتى واحد غير الشجر الشوك الغبارية وهاد اللحظة عينا بزاف وجلسنا باغي نرتاحو بديت كنفتخ انا في جوان عديتو بديت كنتكيف بغيت ندور لأحمد قال لي ما كنتكيفش ادم حسيت بيه باغي ومتردد راه كيشوف فيا من بعد جا حدايا عطيتو تكيف ضرب خمسة ديال النطرات خونا ولا كيغني الهندية نضنا وتمينا غادين وادم كيتلاوح احمد بقى كيموت عليه بالضحك قال لي هذا راه سكران ماشي مكيف مشكلة دابا قلت لي هاني خليه يعيش نضربو حنا البريك ولا دو ونراجعو في حالاتنا المهم هو نخلقوها واخيرا بدات كتبان لينا الخضورية تمينا داخلين الوسط واحد الدواور ودايرين الغرس في الارض وداكشي عرفنا باللي بعدا كاين الحياة هنايا اللحظة اللي سمعنا القرطاس تضرب في السماء الما في الركابي وقفنا كاملين مسمرين الا ادم اللي بقى غادي وكيغني وكاع ما على بالو كاع ديك اللحظة ما يضربوا بينا شي 20 واحد كلهم هزين سلاح دري صغار كبار رجال كل شي هز سلاح قربت من حدا ادم وقلت ليه ادم ركز يا صاحبي ركز راه مشينا فيها خوتنا في الله بداو كيدو معنا بالصومالية وما قفلنا فيها والو ديك اللحظة ويتم جاي واحد الراجل كبير في العاش وهز التسبيح ودير اللحية غير شفت وانا نقول لي السلام عليكم بيت كندوي معاه باللغة العربية الفصحى وحيت انا زرق فيها كنت غادي نزبلها قلت لي نحن من اهل المغرب وجئنا هنا لكي نتسركل غير قلت هاد النوطة احمد بدا كيتفرقع بالضحك هنا الشيباني كيصحابو كانت مرقلو به شدونا بثلاثة وتمو داخلين بينا احمد بدا كيدوي مع داك الشيباني وكيشرح ليه باللغة العربية الفصحى واحد اللحظة هو كيدوي معاه والخرين هزين السلاح والصوت ديال الطبيعة ومع التبويقة جاب لي الله غير كنتفرج في مسلسل ديال الكواسر داك اللحية قال ليه مال ادم مال خونا كيدير بحال هكا قال ليه راه مسكين عنده مرض عنده مرض وجبناه هنا باش يبدل الجو شويه رحبوا بينا مساكن وجابوا لنا واحد المعزم شويه كليناها ومن بعد داونا لواحد البلاصه باش نتوضاو باش نصليو والمشكل ادم عمرو حط جبهته للارض الحمد لله بلي التبويقه ديالو بدات كطيرو وبدا كيوعى شويه جا حدايا وقال لي فين حنايا قلت ليه في المريخ يلا فقتي ترجع بالله قيناهم مسلمين قول قتلونا كاملين مهم توضى دابا غادي نصليو معاهم عارفك عمرك صليتي غير هو الحركه اللي درتها دايره معايا توضينا وتمينا غادي والشيخ بدا كيصلي بينا واحد خونا هز السلاح واقف علينا بحال ملك الموت هو بوحدو بدا جاب لي الموت ديال الضحك قاومت وقاومت واخيرا الحمد لله صلينا من بعد عطاونا بوديزة ديال اللبن وتمينا غادين في حالاتنا حمدنا الله وشكرناه حتى كتاب لينا عمر جديد اللحظة اللي تمينا خارجين من ديك الفيرما بانوا لينا العيالات كيحلبوا في الحمير اوه اش هادشي بديت كنشوف البوديزة ديال اللبن اللي عطاونا هو وحابس تبويعة غرفتنا الفيرما وكنت غادي نتبوع جا عندي احمد وقال لي لا 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 بلا ما تبوع هاد الماكلة كلها اللي كليتي غتحتاجها ومازال طريق طويل عندنا بقينا غادين ولكن الحمد لله ما بقاش الغبارية والطراب بدينا كنشوفو الشجار والدنيا كتخضار وبداو كيبانو لينا الديور ديال عباد الله وداكشي بدا كيطيح الظلام وحنا نقصدو واحد القرية تمينا داخلين ودارو بينا كاملين كلهم كيشوفو فينا بحال جينا من كوكب اخر وياريت كون قام دخلنا كاع دارو بينا البراش وكيقلبو لينا في جيوبنا وفي السيكان ديالنا قريساونا ولاد العبد هادو فين يبان ولاد حيملي رشيد ولا ولاد سباتة ولا ولاد سيدي عثمان فاياونا كاملين واحد اللحظة واحد الباروش هز ليا طريفو بدا كيغزز فيها كيسحاب ليه كيكا ما شعلش الخوت وانا نبوطو ويتبلبل في ديك القرية دارو بينا كاملين شدونا وما يكتفونا اللحظة اللي بداو كيقلبو لينا في جيوبنا
عرفت القضيه حماضت، حيت نسيت الميكا ديال الذهب ما خليتهاش في لوطيل. كاع ما بقى في الذهب كثر ما بقات في ديك الطريفه ديال الحشيش. ملي هزو الميكا ديال الذهب بداو كيغوتو بهاد الطريقه في شكال. جا واحد الصعيص عافيهم وهز ليهم ديك الميكا وبقى كيشوف فيها، تم جاي عندي وكيغوت عليه. من بعد جبت السلاح ويحطو لي فوق راسي وبدا كيغوت. شاف فيا ادم وقال لي مين دبرتي الذهب؟ قلت لي راه خديتهم من الفلوكه ديال القراصنه. قال لي احمد ناري فرشتيها مشينا فيها، غادي يعرفونا باللي قتلناهم. في بلاصه ما قلبوا الجنرال والرئيس غادي يوليو هما كيقلبوا علينا. قلت لي غصبروا خاصنا غنتواصلوا معاهم. عند خونا كيبقى يبرول عليا ما فهمت فيه والو. كنا كان كيدوب شي لغه كنفهمو، كنت غادي نقول ليه باللي رقيتو طايح في البحر ولا شي لعيبه. المشكل ما كنفهم والو في اللغه ديالو، واكثر من هادشي دوشني بالريوق ديالو الخوت. خلاونا تما تقريبا واحد ساعه وحنا مربوطين براس صغار مقابلين نو العيالات. واحد اللحظه بانوا ليا واحد ثلاثه ديال البنات بوغوسات بينهم التيتيزات ديال القبيله هادي، بقاو كيشوفوا فينا. قلت لهم الدراري يلا بينوا لي طلقوا لي الجمال ديالكم، الا قدرنا نطيحوهم غادي يعاونونا اننا نهربوا من هنايا. بدينا كنغمزوا فيهم وكنطلقوا الجمال ديالنا. واحد ختنا غير كتشوف فيا كنقول لها موح، فين ما كنبوسها كتضحك. عييت ما نبوس وعييت ما نتعنب والو. حتى واحد فينا ما قدر يخلي البنات يقربوا منا، كانوا واقفين من بعيد. من بعد مشاو كلشي وبقينا حنايا والليل. وهاد اللحظة سمعت الخطوات كتقرب منا. ملي هزيت راسي لقيتها ختنا في الله جاية عندي وجايبة معاها واحد الموس. آدم شاف فيا وقال لي مشيتي فيها مصوت الوالدين. قربت من حدايا وبقات كتبتسم ليا، حلات لي يدي وانا نعنقها. وبطبيعة الحال بديت كنبوس فيها باش منبينش بلي راني كاذب عليها. اللحظة اللي ختنا تاقت فيا وانا نضربها بدماغ تصدمات، وانا نعاودها بكروشي طاحت مغيبة. اعتقت احمد وادم ومشاو كيجريو بعدو بزاف، هما اللي دارو ملقاونيش. بداو كيقولو او هذا مالو ياك ما شدو عاود تاني. اللحظة اللي بغاو يرجعو عندي شافوني جاي كنجري، قلت لهم هربوا هربوا هربوا. ملي بقاو واقفين كيتأكدو هما يبان ليهم القبيلة كلها تابعاني. تمينا غاديين كنجريو وسط داك الظلام وما عارفين فين غاديين. فلتنا منهم بصعوبة. قال لي ادم اش بقيتي كدير صاحبي؟ قلت لي الطريفة طول ما نتزاقل معاه. بقينا غاديين حتى بعدنا مزيان عليهم. جلسنا في واحد الكوان وبقينا كندويو وكل واحد بقى كيعاود لي استوار ديالو. قلت لهم تبارك الله عليكم عندكم واحد الذكاء زوين وكتعرفوا ديروا تخطيط له بزاف ديال المهمات ديالكم. ما عرفش انا علاش معيطين لي معاكم، انا عندي غير مع المشاكل مطايفات والجوانات صافي. ادم واحمد بقاو كيدوو في الخطه اللي غادي يديروا، وانا شعلت الجوان ديالي وبديت كنتكياف. وهاد اللحظه بدينا كنسمعوا الخطوات كيقربوا لينا، ماشي كيقربوا لينا حدانا. دار عندي ادم وقال لي ايوب شعلتي البريكه؟ قلت ليه ها. قال لي غادي يكونوا شافونا وعرفونا فين جالسين. نقص احمد وقال لينا ما عرفناهمش دابا واش بنادم ولا حيوانات ولا. قلت لهم دابا شنو؟ واش غادي نبقاو نتسناهم تيشدونا؟ غادي نحسبو على ثلاثة وغادي نعطيو لدراتك. نضنا بشوية وحنا نعطيو لدراتك ما كاين غدر دك. بداو كيتيرو فينا بالقرطاس وحنا كنجريو وهربانين. الليل دار معانا مزيان وخلاهم كاع ما يقشعونا كاع، كانوا كيضربوا بالقرطاس بطريقة عشوائية. ديك اللحظة عرفنا باللي صافي تورقنا هنايا، يا إما غادي نقاتلو يا إما غادي يقتلونا. دوزنا الليلة كله هنا غير كنتمشاو وما عارفين فين غادين وما مسلحين ما والو. وهاد الخطة كلها ديال آدم، قالينا ندورو هنا في المنطقة كلها، كلهم يعرفونا بلي غير كندورو ما على بالناش وغير كنتسركلو باش حتى شي واحد ما يخاف منا. وديك الساعة بداو نطبقو الخطة ديالنا. كنظن دابا بلي راه كلشي عارفنا كندورو هنايا. والخطة ديال كمان هزو السلاح كانت ديال احمد.
قالينا لقاو عندنا سلاح غادي يعرفونا باللي على غرض اخر. غادي نغامر ولكن الناس هنا والعصابات كلهم ما غاديش يقتلونا. قالينا احمد هادو اللي كانوا كيضربونا بالقرطاس دابا كون بغاو يقتلونا كره قتلونا، ولكن بحال كانوا كيقولوا لنا بعدو من هنايا، يعني هاد المنطقه غادي تكون عندها شي سر. قالينا ممكن تكون عندهم شي حاجه خازنينها هنايا وما بغاوناش نكونوا هنايا. ادم قال لنا ضروري خاصنا ندخلوا لشي قبيله ونحاولوا نتعاشروا معهم ونعرفوا بزاف ديال المعلومات، هذه هي الوسيله الوحيده. بقينا غاديين وكندويو. ملي صباح الصباح لقينا راسنا عاود تاني في الخلا، لا طير يطير ولا وحش يسير، والمشكل لا مال ماكله والو. حتى من لابارين صوروا باخر لحظات ديالنا داوها، تمينا غير غادين. واحد اللحظة بات لينا واحد المنطقة خضراء، بات لينا قريبة وحنا كان كيسحاب لينا قريبة. بقينا غادين ويا كتبعد، حنا غادين ويا كتبعد. واحد اللحظة سخفنا بزاف، كتهز عينيك في السما كتبان لك الشمس كتقول لك بالصحة والراحة. تمينا غادين والطاقة كلها كتمشي والسوائل كلها في الجسد ديالنا كتمشي. صافي جبنا الكاو، دراري كلهم ولاو كينقرو غادين وكينقرو، ما بقيناش قادرين نكملوا الطريق وما بقيناش قادرين نرجعوا. واحد اللحظة زين راسنا في السما لقينا نسورة كيدورو علينا وكيتسناو فينا شكون اللي غادي يطيح. جانا الموت ديال الجوع، ما بقيناش قادرين نصبرو. صافي وصلنا لواحد النقطة اللي بزاف قاع. واحد اللحظة بديت كنغوت، قلت لهم دراري بوبريس بوبريس الدراري، تلاحيت فوق منه وشديته. جاو عندي الدراري كيجريو وقالوا لي بسم الله عليك، بسم الله عليك ايوب، راه غير عود هذا. عرفت ديك اللحظه باللي النظام الداخلي ديالي بدا كيفروح وبديت كنلاقي. واحد اللحظه طحنا بثلاثه صافي الكاو، هزيت ديك الطريفه وبديت كنغزز فيها، بديت كناكل فيها. ادم واحمد غير شافوني كناكل تمو جايين عندي، وحتى هما خداو منا وكلاو. انا كنغزو في ديك الطريفه وكانت بنينه. من بعد نص ساعه ويطلع التبويق، بدينا غير كنغنيو وكندويو. انا بديت كنهلل. واحد اللحظه ضربوا بينا نسوره وبقاو كيتسناونا امتى نموتو. بدينا كنضحكو، قلت لاحمد انت تبارك الله مهور غادي يخليوك العشاء، اما انا غادي يفطروا بيا. اما السي ادم حيت هو كيليميني وكيضرب غير الفرماج غادي ياكلو في الكوتي. واحد اللحظه بينا كنسمعوا الحجر كيتلاح في اتجاه ديالنا، هزينا عينينا بشويه بانوا لنا العيالات والرجال هازين الرماح تمو جايين عندنا. عطاونا نشربوا وعاونونا اننا نوضوا وتمينا غادي معاهم. وصلنا اخيرا للقبيله ديالهم حيت حنا كنا مبوقين مزيان، بقينا عطينا غير الماكله. انا كناكلو كناكلو حتى عرقناها مزيان. ملي طارت التبويقه شفنا في الطابله وحنا لقاو البخوش والدود، سرق الزيت مقلي والجراد. هزيت عيني في ادم لقيتو مصدوم، درت عند احمد لقيتو حابس التبويقه. يلا بغيت نرد ويقول لي ادم لا الا رديتي غيعتبروك رفضتي الماكله ديالهم، ولا رفضتي الماكله ديالهم يعني رفضتيهم. هاد الناس مادام رحبوا بينا غادي نستغلوهم وغادي نعرفوا منهم شي معلومات اللي ممكن انها تفيدنا. ادم بدا كيدوب بلونغلي وبسبانيونيه وبالطاليانيه وحتى فرنسي، والحمد لله اننا لقينا واحد شيباني كيفهم شويه فرنسي. والمشكل ديال ادم انه ما عندوش مع الفرنسي مزيان ومعولين عليا انايا. ادم كيقول لي شنو نقول ليه وانا كنسولو. شيباني قال لي ما عرفش كيفاش وصلتو هنايا، كيفاش بقيتو حيين حتى وصلتو هنايا، راه المنطقة خطيرة بزاف والبلاد كتشهد هاد التقلبات السياسية كثيرة، وهادشي كامل سبب المعارضة. إضافة على ذلك كاينين جماعات إسلامية اللي كيقتلوا أي واحد. ملي قلت ليه بلي حنا مسلمين وحنا مغاربة قال لي ممكن هذه الحاجة الوحيدة اللي خلاتهم ما يقتلوكمش، ولكن اللي حسوا بكم كاذبين.
غادي يقتلوكم. وهاد اللحظة تمو داخلين علينا وحدين بادرات كيبانو صحاح وهزين الرماح، تمو قاصدين وما يقلبوا الطابلة اللي كنا كنتغداو فيها. دو كيتفرقوا على داك الشيباني وكيتفرقوا على الناس ديال القبيلة، بقاو كيدويو مع داك الشيباني. ملي سولتو قال لي راه دارو فينا، وقالوا لينا ما تعطيهمش الماكلة، واللي بغى الماكلة يقاتل عليها كيف ما كنقاتلو عليها حنايا. قلت لي كيفاش؟ قال لي خاصكم تثبتوا باللي نتوما اقوياء وتقدروا تستحقوا ديك الساعه ديك الماكله. قلت لي ما فهمتش، زيد شرح لي اكثر. قال لي غادي ديروا كومبا مع الاقوياء ديال القبيله، واذا ربحتوهم ديك الساعه ممكن تاكلوا، هادو هما التقاليد ديالنا حنايا. ولكن راه شرحت لي باللي نتوما كنتو في حاله يرثى لها، داكشي علاش كان خاصكم لابد انكم تاكلوا. وقال لي ماشي مشكل، ولكن المره الجايه هذا هو الشرط. قلت لآدم وأحمد وبداو كيضحكوا، قالوا لي دو غير نويو نلعبو معاهم غادي يربحونا، ولكن ما عندنا ما نديرو، خاصنا نتعاشرو مع القبيلة هادي مادام فتحوا لنا البيبان ديالهم، وخاصنا نعرفو منهم بزاف ديال الحوايج. وصلت العشية وجاني الموت ديال الجوع، ودوك الحشرات اللي كلينا دغيا تهضمو. مشيت عند داك الشيباني وقلت ليه بلي في الجوع وبغيت نتقاتل باش ناكل. عيط على واحد خونا ما درت لقيته ورايا ناري قداش، يلا غادي نسلم عليه ويقلبني في السماء. هرب لي الريز ولد العبد، وكيدخل ليا كيدخل ليا. وهاد اللحظه وانا بدا نتخزز معاه، فين ما كيبغي يضربني كنخوي ليه. ادم واحمد تحمسوا بداو كيشجعوا فيا، خونا بديت كندخل ليه كروشيه قاصحين. عصبته مزيان، وهاد اللحظه واش نق عليا هو يصرفقني بيديه، طفالي يلا في شور والحرام، ما بقيتش عاقل على راسي. ملي فقت قلت ليهم الخوت ما تقولوش لي يضربني بيديه، والله تضربني ببالا. بداو كيموتوا عليا بالضحك. مهم رغم ذلك جابوا لي الماكله، قالوا لي باللي كنتي حاضر. ادم واحمد ما كانوش كيطايفوا، وكنت ديما انا كنطايف وكناكل العسل قبلهم، ولاو كياكلوا بسبابي، غير هو انا ما نعاوش ليكم. وجهي ما بقاش هو وجهي، عين زرقاء حنك منفوخ، تهلاو فيا ديال بصح. دوزنا مده طويله مع القبيله هادي لدرجه ولينا كنخرجوا معاهم في رحلات صيد، كنا كنقلبوا على الحشرات ولا اي حاجه. وملي كنتلاقاو مع شي رفعه كيفرحوا كاملين. واحد النهار وحنا كندورو معاهم بلينا واحد الكاميو شعل فيه العافيه، ملي قربنا ليه عرفنا بلي هذا كاميو ديال العسكر، وتأكدنا اكثر بلي هذا الكاميو تابع القوات الامريكيه. اللحظه اللي خوتنا في الله اللي معانا بداو كيقلبوا في داك الكاميو وكيدوروا بالجناب ديالو، ويخرج لينا امريكاني هز واحد السلاح، نضرب في رجلي وهز علينا سلاح. ديك اللحظه قربت من حداه وقلت ليه حاول تهدأ، وهبط السلاح ما غادي يوقع لك والو. غفلت وهبط لي السلاح وانا نضربو بكروشي، السلاح درتو في عنقي وتميت غادي. اللحظه اللي درت لقيت كلشي كيشوف فيا، الناس ديال القبيله و ادم واحمد. عرفت ديك اللحظه باللي فرشتها، حاولت انني نصلح الغلطه و دويت مع الشيباني وقلت ليه باللي انا راه كنت قائد في الجيش المغربي وشحال هادي ما بقيتش. رغم ذلك بقاو كيشوفوا فيا. قرب من حدايا ادم وقال لي ما عرفتي شنو درتي؟ قلت لي قلت لي ماشي مشكل، نتمنوا ما يوقع والو، كان لابد نديرها هكا باش نعتقد خونا هذا، سينو راه كانوا يقتلوه. تمو غاديين بين الناس ديال القبيله، رجعنا للدوار ربطوا لي يديه وداروا لي خنشه كحله في راسه، وتمو غاديين به. بغيت نمشي نلحق عليهم وما خلاوناش الناس ديال القبيله. عرفنا ديك اللحظه باللي هادشي غادي يكون سري بيناتهم. الخطه كانت هي انني ندخل للطواليط، دخلت لها ونقص من الشرجم ديالها، وتميت غادي من جناب ديال القبيله، وبقيت كنشوف خوتنا في الله مازال غاديين. بقيت غادي مراقبهم غادي مراقبهم حتى وصلوا لواحد المنطقه، بداو كيشوفوا في اليمين واليسار، تحناو جوج وبداو كيمسحوا في الارض. من بعد حلوا واحد الباب في الارض وما يلوحوا داك العسكري. تميت راجع بالزربه، يلا تميت داخل وانا نشوف داك الحارس اللي كان مقابلنا اننا ما نتحركوش كيشوف فيه. بقيت كنعت لي بيدي وكنقول لي تعالى اجي نقول لك.
تم جاي عندي وهز عليا رمح. دورت اللور ديال القبيله وبديت كنعات ليه. اللحظه اللي هز راسو وانا خشي له واحد كروشي ديريكت لانق طاح مغيب. هزيت داك الرمح وانا خشيه ليه في صدرو. دارت بالزربه دخلت للقبيله بلا ما نبين باللي راني قتلت واحد. مشيت نيشان داك البيت اللي حطوا فيه السلاح. هزيت السلاح وتميت خارج. قالوا لي يا فين هو اخونا في الله؟ قلت لهم قتلته يا راه نهربوا من هنا قبل ما يقتلونا حتى حنايا. عطيت الادم سلاح حيت هو اللي محترف فيه فينا حنايا. خرجنا من القبيله ومشينا كنجريو بالجهد. عرفنا ديك اللحظه باللي البلبالة غادي تنوض وانفو غادي يشوفوا اخونا مات. القبائل كلها غادي دير اتونسيون وغادي يعرفوا ديك الساعه باللي حنا ماشي سياح بالجواسيس. المشكلة عندنا سلاح واحد. احمد قال لنا غادي نديروا واحد الخطه مادام ادم كيعرف يضرب مزيان بالسلاح. انا وياك ايوب غادي نديروا باللي حنا ميتين. ملي غادي يوقفوا لينا الناس ديال القبائل غادي يخرج لهم ادم وغيتيروا فيهم كاملين. وبهذا الشيء غادي ناخذوا سلاح اخر وديك الساعه نديروا الخطه ديالنا. تمينا غادي وقلت لادم برافو عليك الخطه اللي درتي راه سقات. قال لي كيفاش؟ قلت ليه خوتنا في الله عندهم مخبأ سري واي قابلة دزنا منها كل واحد فيهم عندها مخبأ سري وبين خوتنا كيتعاونوا مع دوك القوات المعارضة والجماعات الإسلامية. دارين حفرات في الأرض بحال الخزائن فين ما يشدو شي جندي أمريكي كيلوحوه تمايا. نقز أحمد وقال لي ياه داكشي علاش كانوا ديما كيهزو معاهم واحد الشبكة فيها الماكلة وكيتمو غادي نبيعها. وكنقول انا لمن غادي نبيعها. مشينا لجهه واحد الخلا ناس انا واحمد ودرنا راسنا ميتين وبقينا كنتسناو شي ضحايا يجيو. ديك اللحظه توقف علينا واحد الطوموبيل وراكبين فيها تقريبا شي خمسه كلهم مسلحين. نزلوا بداو كيقلبوا فينا. اللحظه اللي خرج ادم هز السلاح بدا كيتيري والقرطاس مخرج. عرفنا ديك اللحظه باللي مشينا فيها. بداو كيضحكوا عليه. ديك اللحظة ما يتمو جايين الناس ديال ديك القبيلة اللي كنا فيها وجمعهم حتى الشيباني وبداو كيموتوا علينا بالضحك. قال لينا كنت حاس بلي نتوما ماشي سياح. قرب من حدايا ويقول لي اللحظة اللي ضربتي داك الجندي الامريكي واللحظة اللي هزيتي بها السلاح عرفنا ديك اللحظة بلي التواجد ديالكم هنايا عنده غرض اخر. السياح المغاربة ما لقاو فين يجيو غير الصومال. الصومال اللي فيها الحرب طوال السنة. ملي حطينا السلاح خويناه من القرطاس وهانتوما دابا بين يدينا. واحد اللحظة خوتنا في الله اللي كانوا هازين السلاح بداو كيتناموا بعضياتهم وكيبانوا مخلوعين. ديك اللحظة بدينا كنسمعوا صوت ديال شي طوموبيل جاية بالجهد. ملي هزينا علينا لقيناه كاميو كبير ديال الجيش الأمريكي. قبل ما يوصلوا لينا بداو كيتيروا بالقرطاس. ناسنا حنا كاملين في الأرض. واحد اللحظة سمعت آدم كيقول لا ميمكنش. قلت ليه مالك؟ قلنا الدراري نوضو هربو غادي يشيرو علينا بازوكا. نضنا كنجريو بالجهد. مع صوتنا ما تسمعت بوم. بقينا سادين ودنينا مكتر داك الصداع. واحد اللحظة ضارو بينا العسكر ديال الميريكان هازين علينا السلاح وكيغوتو ما تحركوش يديكم فوق راسكم. بدا كيدوي معاهم ادم وشرح ليهم. ديك الساعة هبطوا السلاح ديالهم. تمينا غاديين معاهم في الكاميو وهنا في الطريق جاتنا مكالمة. دوينا لقينا مخابرات الأمريكية. قالوا لينا فين وصلتوا؟ راكم تعطلتوا بزاف. قال لهم آدم هاد المدة كلها كنا نعرفوا بزاف ديال الأمور وهاد الأمور ما يمكنش لك تعرفها إلا لتعاشرتي مع شي قبيلة. عرضنا حياتنا للخطر وكنا كندورو هنايا بلا سلاح بلا والو. هادشي كامل باش نعتقوا داك الجنرال والرئيس. كنتمنى انكم تفهموا الوضعيه ديالنا وتعرفوا بلي كنديروا مجهود كبير. وغدا ان شاء الله عاد غادي تكون الانطلاقه ديالنا وان شاء الله غادي ننجحوا في الخطه ديالنا وما غاديش نعتقوا غير الجنرال والرئيس. راه كاينين بزاف ديال الجنود معتقلين وفي نظركم نتوما راه ميتين. وصلونا ديريكت للوطيل وخلاو لينا الطوموبيل تحت الاشاره ديالنا. انا غير دخلت للوطيل مشيت نيشان كنتبوع. ما كنش كنظن في حياتي غادي ناكل سرق الزيت والجراد وليت كنضرب فيهم. دوشت وارتاحيت وخرجت كنقلب على شي بزناز هنايا
والو. بانوا لي واحد المشرملين واقفين في راس الدرب وانا نقصدهم، وحيت ما كيفهمونيش بديت كندوي معاهم بالاشاره، كنقول لهم زعما تكيفه تبويقه فيو. في الاخير عاد فهموني، جبدوا واحد ميك كمان نلقى فيها الماري والطابة. قلت لهم اللهم لك ولا بلاش، داروا معايا مزيان مساكن، ما بغاو ياخذوا عندي والو. سبحان الله اي حاجه ممكن انها تاذيك كيعطيوها لك فابور. مثلا في الدرب كتوقف على شي واحد كتقول لي عطيني كارو لحفتك، كيعطيك. كتقول لي راه نتكيف معاك شي جوان، كيعطيك. يقدر يعطيك كاع نبيش ديال الجوان، ولكن تقول لي راه ليا 50 درهم ولا 10 درهم يقول لك والله ما عندي. المهم رجعنا للدار ودرنا خطه اللي غادي نتحركوا فيها غدا. ادم قال لنا شكون اللي عارف فين كاين الجنرال والرئيس، نقص احمد وقال ليها مساله عاديه. البلاصه اللي كنا فيها ديك الليله هو وقفوا لينا بالليل وبداو كيشيروا لنا بقرطاس وبحال هكا يقولوا لنا سيروا بحالاتكم، ديك المنطقه هي اللي فيها الرئيس والجنرال. احسن حاجه بعدا هما دوك الحفر اللي دايرين بعاد على القبائل، ويمكن هذه خطه منهم باش يحيدوا الشبهات على القبيله. حنا غادي نبداو نتحركوا غير بالليل، وبالمنظار الليلي غادي تسهل علينا الرؤيه في الليل، وحتى الا كانوا شي مقاتلين عاسين بالليل غادي نشوفهم حنا قبل ما يشوفونا هما. نقص احمد وقال لي هادشي لما تكلختيش وشعلتي عاوتاني شي جوان. قلت لي فينا وجوان؟ دابا مكنا المعجون غادي غنتبربق معاكم. مهم عدينا السلاح ديالنا كاملين. ادم لي سطاني بالضحك، هز معاه تقريبا واحد 20 قنبوله وسلاح واحد. نقص احمد ويقول لي تبع حرفه بوك لا يغلبوك. قادينا الامور ديالنا في الصباح، خرجنا بكري ركبنا في الطوموبيل اللي عطاونا وتمينا غادي للمنطقه اللي كنا فيها، ولكن دابا بشخصيه اخرى. هاد المنطقه فيها تقريبا شي 20 قبيله، 20 قبيله اللي غادي ندوزو عليها وغادي نقلبوا الحفار اللي دايرين. والمشكل ما عارفينش بالضبط فين كاين الحفار. حطينا الطوموبيل وتمينا غادي على رجلينا. مره كيدويو معنا في التليفون وكيقولوا لينا باليو راه تعطلتو بزاف. وصلنا للقبيله الاولى وبقينا كنقلبوا في لونتوغاج ديالها، والو ما لقيناش ديك الحفره، تيكونوا مغطينو بالتراب وما يمكنش تشوفهم وسط ارض كلها فيها التراب، صعيب بزاف. مشينا للقبيله الثانيه وحتى هي نفس الشيء. تعصبنا بزاف وجلسنا نرتاحوا شويه وقلنا ما يمكنش التمارة كلها في الاخير ما نديرو والو. ولا مشينا حتى قلنا الاستخبارات الامريكيه على هاد الحفر هادي غادي يهجموا بطريقه عشوائيه، وفي هاد الهجوم هذا غادي يموتوا الناس بزاف ابرياء سواء في القبائل سواء جنود امريكيين. بقيت جالس انا وكنهز الحجر وكنشير به، حجره ورا حجره، حجره ورا حجره. الحجره الخامسه وهي تسمع النغمه في شكال، نطق في السوق لهم الدراري سمعتو، كيسحاب لهم غير الاثار ديال المعجون وغير مبوق. نط كنجري ومشيت تبعت الاثار ديال الحجره، هبطت على ركبي وبقيت كنمسح الارض بيدي. وانا نلقى العود ديال الباب اللي كيحل الحفره، حطيت ودني على داك العود وانا نبدا نسمع الصوت ديال بنادم. عيطت على احمد وادم وجاو كيجريو، فرحنا بزاف حيت لقينا الحفره الاولى. بدينا كندويو وكنقولو ستيفن تاونسند واش كتسمعنا؟ روبرت مولر واش نتوما هنايا؟ ديك اللحظه وحنا نسمعو بلي لا راه ما كاينينش هنايا، عافاكم خرجونا من هنايا عافاكم. قلنا لهم سمعوا عطيونا 12 ساعه وغادي نخرجكم كاملين من هنايا، 12 ساعه وغادي تكونوا احرار كنواعدوكم. رجعنا للقبيله الاولى وبدينا كنشيروا بالحجر في اي منطقه. من بعد 5 دقائق لقينا الحفره، بدينا كندويو مع الناس اللي كاينين لداخل وسولناهم على الرئيس والجنرال، وحتى هما قالوا لنا بلي ما كاينش. دوزنا هاد الليله 5 ديال الحفرات وما لقيناش الجنرال والرئيس. الغد ليه حيت ما بقاش الوقت بزاف، دوزنا تقريبا الحفرات كاملين وبقات لينا حفره واحده وهي الرقم 20، وهي اللي كنا متاكدين غادي يكون فيها الجنرال والرئيس. تمينا غادي ليها هو وحنا متحمسين، واخا داك العيا كامل كنا متحمسين وبغينا نفاري هاد المشكل هذا باي طريقه. الحفره الاخرى كانت بعيده بزاف
ضربنا مسافة طويلة، وحنا غاديين في الطريق تلاقينا مع واحد جوج رجال جارين واحد كروسة كبيرة وغادين وعرقانين وكيبانو مستريسين. قلت لهم دراري غنوقفو خوتنا نشوفو شنو عندهم. قال لي آدم لا، إلا وقفنا ما غادي يعرفونا باللي كنقلب ولا شي حاجة هنايا. اللهم نبانو هكا سياح وصافي. دازو بقاو كيشوفو فينا بهاد الطريقة في شكال. قلت لهم دراري تشوفه ديالهم ماشي طبيعية. نقز أحمد ويقول لي آه وانت طبيعي كاين شوية كتبربق في هاد الصهدادة. قلت لي لا أحمد والله تا كندوي معاك بالصح، خوتنا في الله والله مرتاحيت ليهم. تمينا غاديين واحد اللحظة وانا لقى قفلة مليوح في الأرض. هزيتو قلت لهم دراري ها هو قفل. باينة غادي يكون هزين جنرال في ديك الكروسة. آدم وأحمد بقوا واقفين. نقص آدم وقال لينا خوت غادي نفرقوا المهام، أنا غادي نمشي نقضي واحد المهمة، أحمد أنت غادي تمشي تأكد من الحفرة 20، وأنت أيوب تبع خوتنا في الله وشوف شنو عندهم في ديك الكروسة. تفرقنا كاملين، وكانت هادي أول مرة غادي نتفارقوا من نهار جينا هنايا. الصراحة ما تقبلتهاش حيت ولفت الدراري وأنا عارف راسي بوحدي غادي ندير غير الزبايل. مشيت كنجري لقيت خوتنا في الله مازال غادي بالكروسة، بداو كيزيدوا في السرعة ديالهم. قربت ليهم هما يوقفوا، يلا قربت من هدا الكروسة هو بغاو يجبدوا السلاح. عطيتهم دقة للمسكين، جبت عليهم في الراس طيحتهم كاو. تفكرت غير خوتنا ديال المحطة وأول مرة غادي نقتل ديك الساعة. قربت من الكروسة عريت الباش ونلقى زوج ديال الناس مكتفين وعرقانين. قررت محدام وانا اقول لهم الجنرال ستيفن تاونسند الرئيس مولر. قالوا لي براسهم ديك اللحظة عيط للمخابرات وقلت لهم باللي راه الجنرال والرئيس مزيانين وفي صحة جيدة الحدود الساعة. نوت الجنرال والرئيس وعطيتهم السلاح ديال خوتنا اللي قتلت. عطيت لوكاليزاسيون للمخابرات الأمريكية وقلت لهم ما تعطلوش علينا. تمينا غاديين بثلاثة كنقلبوا لشي مكان اللي يكون آمن ونتسناو فيه المخابرات الأمريكية. عيطت لآدم وقلت ليه نتلاقاو هنا آدم صافي القضية راه مزيان. قلت ليه فينك؟ قال لي أنا كنقضي شي مهمة وغادي نجي دابا. عيطت لأحمد وما كيجاوبش. أنا جاتني المود ديال الخلع وخفت على أحمد، خفت لا يكونوا قتلوه ولا شي حاجة. كنعيط والو ما كيجاوبش. وهاد اللحظة وانا نشوفه من بعيد جاي وحازمين لي يديه ومعاه بزاف ديال الرجالة هازين سلاح. دويت مع الرئيس والجنرال وقلت لهم سيروا هربوا سيروا ما بغاوش. قالوا لي لا احنا ما جيناش هاد الارض هادي باش نهربوا، جينا باش نقدموا واحد الرسالة وغادي نبقاو حتى نقدموها. قربوا وحدنا ويهبطونا كاملين على ركابينا، بداو كيدوو معانا وكيغوتو وبحال كيدوو في التليفون. سول الجنرال شكون هما هادو، قال لي القادة ديال القبائل هنايا وحتى هما كيشتغلوا مع العصابات المسلحة، اي قائد قبيلة مسؤول على حفرة. هذا هو السر اللي كان دائما كيشغل لنا البال ديالنا، فين كيديروا الجنود ديالنا. دابا راه اتصلوا بعصابات مسلحة وشوية غيجيو هنايا وانا متأكد غادي يقتلونا. قلت لي راه دويت مع الاستخبارات الأمريكية وكنتمنى انهم يوصلوا في الوقت المناسب. ديك اللحظة ويتم جاي آدم وكيصفار وكيضرب الحجر برجليه وما هو في هاد العلامات. هزو لي السلاح وقال لهم ماشي في الصالح ديالكم انكم تعاملونا بحال هكا. كنظن في هاد القبائل كلها كل واحد فيكم عنده عائلة، كل واحد فيكم عنده مرا ولاد خوت صحاب جدود، عندكم واحد الأصل. من الغباء انكم تغامروا بهادشي كامل في لحظة وحدة. قال لهم القبائل ديالكم كلها فيها القنبول دابا، وبهاد الآلة الصغيرة قادر أنني نفرقعهم في لحظة وحدة. أو كيشوفوا في بعضياتهم وكيضحكوا وقام تقوا به ويورك على البطونة ويتفرقع واحد القبيلة. قال لهم هبطوا السلاح، هبطوا السلاح ديالكم. نضنا كاملين خدينا الأسلحة ديالهم. ديك اللحظة هما تمو جايين العصابات المسلحة بداو كيتيروا بالقرطاس. القادة كلهم ماتوا، لقينا راسنا اونفاس مع العصابات المسلحة وكنتيريو في بعضياتنا.
الاكسبيريونس ديال الجنرال وديال رئيس البحريه كانت واقفه معنا، وحتى الاحترافيه ديال الادام قدرنا اننا نواجههم بكل قوه. ملي شافونا غلبنا عليهم وما يهربوا نسحبوا، يلا قربوا يفوتونا وينفجر الكاميو ديالهم. عرفنا ديك اللحظه بلي القوات الامريكيه وصلت. مشينا معاهم ورينا الحفر كامله اللي لقينا، حلينا على دوك الرجال كاملين اللي كانوا مشدودين، وللاسف لقينا شي وحدين منهم ميتين ما قدروش انهم يستحملوا ديك المنطقه. قدرنا نعتقوا ميتين واحد من غير الرئيس والجنرال، ولكن في النهايه الفرحه ما كملاتش. مرضنا احنا بثلاثه بواحد الفيروس خطير اللي توشى لينا المعده. داونا في طياره خاصه للسعوديه وبقينا فيها واحد السيمانه. من بعد الحمد لله تحسنات الصحه ديالنا. ملي حليت عيني لقيت البياس ديال احمد وادم حدايا. من بين الحوايج اللي خلانا ننجحوا في هذه المهمه هذه هي الدم ديالنا، دم افريقي. الخطه ديال ادم كانت اننا نخلقوا علاقات مع القبائل هنايا، والخطه ديال احمد كانت اننا نمشيو بلا سلاح. وانا مع التبوقه كنت كنقول لهم غير واخا، وكون كنت ساحي والله ما نوافق. الحمد لله كانت تجربه زوينه تعرفنا فيها على بعضياتنا. ملي خرجنا من السعوديه مشينا نيشان لايطاليا، لقيت ليز ورامون مساكن كيتسناوني في المطار حيت كانوا مشوشين عليا. عرض علينا رياض بات ادم كاملين في الفيلا ديالو. تعرفت على رياض، بلانكو، نيرفانا، نومي، وتعرفت على خوت على خوت احمد مساخيط. امهم مسكينه هنيه اللي غير وصلنا للمطار بدات كتبكي. صراحة ديك اللقطة ما قدرتش نستحمل حيت فكرت الوالدة مسكينة، وبقيت كنقول كون مت وكون مت شنو كان غادي يوقع عليهم. وانا اللي كنت هلا فيهم وكنا ناخذ لهم اي حاجة كتخصهم. السمعة ديالنا دارت بوم اكثر ما هي مشهورة. الجرائد كلها كدوي على ادم، احمد وايوب. اللحظة اللي كنا كنتعشاو بلي ادم وجهه مخطوف وصفر. قلت ليه مالك؟ هو يغمزني. ناض وانا نتبعو. عيطت على ايوب، قلنا الدراري ما درت فيها ما يصلح. قلنا ليه مالك؟ قال لينا لاباري اللي كنت كنتحكم فيها في القنبول في القبائل طاحت ليا تمايا، ونسيت ما قلت ليهم يحيدوا القنبول. قلت لي ناري الحزاق كله غيموت. نقز احمد ويقول ليه طالع باك صاحبي، لما نوضتيش الروينه ما كتهناش. قلبناها ضحك ومشينا كنكملوا العشاء ديالنا. رجعت لألمانيا انا وليز ورامون. من بعد سيمانه جاتنا رساله شكر من امريكا، وديك الرساله كتاكد فيها دوله امريكا انها غتحمينا فين ما كنا وفي اي بلاد، وغادي تعتبرنا بحال اي جندي امريكي. هادشي كامل بسبب التصريح اللي دار الجنرال. عاود ليهم بالتفصيل الممل كيفاش دخلنا الوسط نقط حمراء اللي كانوا الجنود الامريكيين ما كيقدروش انهم يوصلوا لها، كيفاش دخلنا ليها وحنا ما هزينا سلاح لا والو، وكيفاش قدرنا اننا نعيشو. وفي النهايه قدرنا اننا نفكوا واحد اللغز اللي حير امريكا مده سنوات هذه. الحمد لله من بعد المهمه هذه القوات الامريكيه قدرات انها تفرض السيطره ديالها في الاراضي الصوماليه، وقدرات انها تخلي الناس يعيشوا بكرامه. ادم قال لهم بلي لاباري طاحت لي تمايا ودخلات القوات الامريكيه، وقدروا انهم يحيدوا القنبول. الحدود الساعه مازال مشكل في الصومال، ومازال داكشي اللي كيوقع ما بغاش يسالي، وخا دازو دابا 3 ديال القرون وحنا بطبيعه الحال كاع ما كيهمنا كاع. المهم هو اننا قضينا المهمه وصورنا العاقه صحيحه ديال بصح. الحمد لله الاشخاص اللي عزلت كانوا في المستوى. المخابرات الامريكيه كلها ولات كتحترم ستيفان، واخر كلمه قال لي الرئيس هي خلي العلاقه ديالك طيبه مع الدراري هادو، ممكن في اي لحظه اننا نقدروا نحتاجوهم. الحاجه اللي خلات الدراري انهم ينجحوا هو انهم كانوا كيسمعوا لبعضياتهم وكيتفاهموا مع بعضياتهم، واي واحد قال خطه كلشي كيتفق معه، وبالذكاء ديالهم كاملين قدروا انهم يفكوا داك اللغز اللي كان كيخلي امريكا تكون عندها خسائر ماديه كبيره. عمرني كنت كنظن بلي غادي يوليو عندي صحاف في ايطاليا. ديما كنت كنهبط انا وليز كنمشيو عند ادم واحمد، وكنا كندوزو اوقات زوينه بزاف، وحتى هما مره كانوا كيطلعوا عندي لالمانيا. من بعد ديك المهمه اللي قضيناها في الصومال
ولاو كيجيونا اتصالات بزاف وبزاف ديال الدول اللي ولاو باغينا نخدموا معاهم. ولكن ثلاثه اللي كانوا كيختاروا لنا المهمات، بوت احمد ورومان ورياض، كانوا هما اللي كيدوا بسميتنا وهما اللي كيعزلوا لينا اش من مهمه نقضيو. من كثره ما كنخرجوا مع بعضياتنا ولينا كنشكلوا واحد الثلاثي اللي خطير بزاف، وجميع المهمات السريه كنا كنقضيوها بنجاح. ما بقيناش كنسوقوا للمافيا اكثر ما كنسوقوا لهاد المهمات هادو اللي ولينا كنصوروا على ظهرهم فلوس صحيحه. كل واحد فينا كانت عنده سمعه كبيره، ولكن ملي تعرفنا بثلاثه ولات السمعه كبار. عمر شي مافيا ما ولات كتفكر انها تادي شي واحد فينا، ولا فكروا مثلا انهم ياديو ادم كيلقاو لا مافيا البهلوان والقردة الثلاث حاضرين بكل قوة. الحاجة الزوينة اللي كتربطنا هي أننا مغاربة، هي أننا كلنا جينا هنايا على قبل الله هدف معين، والحمد لله الحياة ديالنا ولات مزيانة. واخا آدم ديما كنشدو فيه وكنقولو لي أنت غير كليميني، ولكن يكفي أن باباه داز منا مواقف صعيبة بزاف. بالرغم من هاد النجاحات كلها، هادشي مكيعنيش أنه معندناش أعداء. كاينين بزاف اللي باغين يوصلو لينا وباغين يهرسونا وما كرهوش قاع يقتلونا حيت قطعنا عليهم الموضوع، خصوصا حنا مغاربه اللي ما عارفينش هاد الناس. هو اننا دزنا من شي حوايج صعاب من هادشي هذا، وشفنا الموت قدام عينينا، ورغم ذلك قاومنا ونجحنا. دونك حنا قاع ما كيهمونا قاع، رغم ذلك كنديرو احتياط. كانت هادي النهايه ديال القصه ديالنا، كانت واحد التجربه زوينه كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا بها. كانت تجربه الحمد لله اللي قدرت اني نكتشف فيها خوت ماشي صحاب، وعمرني نسى بزاف ديال اللحظات الزوينه اللي فيما كنتفكرها كنبقى نموت بالضحك. واكثر وحده نهار كنت كنغمز ديك خطنا في ديك القبيله وجات فكاتني وضربتها بدماغ، ما كرهتش نتلاقى معاه ونقول لها سمحي لي. فين ما يتلاقى معايا ادم واحمد كيبقاو يشدوا فيا، تقول لي نقولها ليز ها. الحمد لله كل شيء داز مزيان، ولكن حاجه وحده اللي اتفقنا عليها كاملين، عمرنا باقي مشيو لشي مهمه في افريقيا. حيت ملي كنعاودو نتذكرو التفاصيل ديال المهمه كامله كنعرفو بلي كنا محظوظين. كانت هذه هي نهايه ديال القصه، كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا مع ادم واحمد وايوب، الشخصيات اللي كلكم عرفتوها، وانا عارفكم كتبغيوها كاملين. داكشي علاش حاولت اني نجمع عليكم في قصه واحده. كنتمنى انني كنت وفقت في القصه، وممكن انه يكونوا مواسم اخرى. داكشي كامل راجع للطلب ديالكم، حيت الهدف الاول والاخير هو انني نرضيكم، نخلق لكم واحد الجو من المتعه. كالعاده لك انت اول مره غادي تشوف قناه ديال سفيان ستوريز، خلي اشتراك، ولا تفرجتي في هاد القصه هادي خلي تعليق وقول فيه الراي ديالك بكل صراحه. كنبغيكم كاملين الخوت، وديما سفيان ستوريز.